السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحضر معكم بغيوش صالي نعملوه بالعجينة السحرية. أترككم مع طريقة التحضير. للعجينة نحتاج إلى كاس ماء، هذا عبرت به الزيت وعبرت به الحليب نفس الكأس. الحليب والماء يكونوا دافيين، كأس ماء، كأس حليب، وكأس زيت، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة، بيضة، وكيس خميرة كيميائية. أما بالنسبة للدقيق نحتاج حسب ما تتمنى العجينة به. في البول تاع البيتخا وضعت البيضة، نضيف لها الحليب دافي، المواد نوضعهم الماء، الزيت، نضيف الخميرة الفورية والملح. وهنا لي حبيبات ملعقه صغيره تاع السكر يضيف، انا ما عملتش السكر. نضيفوا القليل من الدقيق ونعملهم ينعجنوا. طبعا الخميره الكيميائيه نضيفوها كذلك، الزبده نخليوها كاع في الاخر ما نضيفوهاش دروك. ضفنا الدقيق حوالي 850 غرام حتى حصلنا على هذه العجينه. الان نضيف الملعقه تاع الزبده بحراره الغرفه لباغا مولي ونخليوها تنعجن تندمج مع الزبده مع العجينه. العجينه عملت القليل من الدقيق في البلون دو طرافاي، نغطيوها ونخليوها ترتاح قليلا. عجينه طريه نتحصلوا عليها. بالنسبه للصلصه نحتاج الى حبه بصل كبيره فرمناها فرم رقيق، حبة من القرع الأخضر كذلك فرمتها فرم رقيق، 250 غرام من اللحم المفروم، قليل من الزيتون الأخضر حوالي 50 غرام، 50 غرام من الزيتون الأسود، وحوالي 100 غرام من الجبن الطلي. أبدأ في تحضير الصلصة. نحتاج للزيت والفلفل الأسود والملح، هذا ضروري. في مقلاة وضعتها على النار، وضعت فيها حوالي 4 معالق كبار من الزيت. نوضع البصل ونخليوها تقلى حتى تنزل ينزل كاع قوام البصل وتدبل قليلا. بعد ذلك أضيف القرع، نحركوا من حين الى اخر. اصبحت البصل هكذا، الان اضيف القرع ونخليها حتى هي تطهى قليلا. بالنسبه للحشو بعد ما دبلت القرع الاخضر بعد ما دبل ضفت اللحم المفروم، زدت له قليل من الملح والفلفل الاسود وخليتهم تقلاو. الان نضيف قليل من الجبن المبشور، هذا ما ذكرتهش في المقادير، يبقى اختياري، تحبوا تضيفوه تحبوا ما تضيفوش باش يعطينا بنة للحشو. خليوها هكذا يدوب، ايا ونحيوها ونخليو الحشو يبرد. بالنسبه للجبن نقصو هكذا مكعبات صغيره. اما بالنسبه للزيتون الاسود نحينا له النواه وقطعناه كذلك، كذلك بالنسبه للزيتون الاخضر بدون نواه حتى هو قطعناه الى قطع صغيره. والحشو برد، العجينه ارتاحت، الان نبدا في تشكيل البريوش. نحلو العجينه بالوراق على شكل مستطيل، نوضع فيها الجبن عشوائيا، قطع الجبن اللي كنا قطعناها، بعد ذلك الحشو، ثم نضيف الزيتون الاسود والزيتون الاخضر، وما نوصلوش الحشو حتى الاخير، نلويوها على شكل بوده. وبالنسبه للمون نعملوا له ماده دهنيه، اي ماده زبده ولا زيت ولا، ونحطوا البوده، نسقدوا جيدا الجوانب، نغلقوا لها الجوانب ونوضعوه من الجهه اللي كنا طويناه. اتركوا العجينة ترتاح لمدة 5 دقائق فقط. بعد ما ارتاحت العجينة الآن ندهنها بالبيض، بيضة مخفوقة، نرشوها قليل من الجلجلان ولا السمسم ونعملوها طيب. هو ده البغيوش الصالي بعد ما خرجناه من الفرن، مدة الطهي 30 دقيقة أخذت معنا، وصلنا على هذا اللون الذهبي. ها هو نقلبوه، عطانا الشكل هنا المول، هذا هو البغيوش الصالي. نخليوه يبرد ونقسموه إلى دوائر. نتمنى الوصفة تاع البغيوش الصالي تعجبكم. أشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.